حبايبي الكرام، اليوم نزلت بفري فاير شخصية جديدة. شباب رح نشوفها بعض ان شاء الله، ورح نشوف هل يا ترى هالشخصية يعني رح تكون من احد الشخصيات المهمة كتير باللعب وكلش. لكن حبايبنا خلوكم جاهزين، الوضع باللوز، ركزوا معي. كيف الشخصية اسمها شو اسمها معلم؟ اسم الشخصية اسمها ايريس. هاي الشخصية شباب يعني شخصيتي، يعني طبعا الشخصية معلم شخصية بنت حبيبي الكرام مثل ما انتم شايفين. رح ندخل مع بعض الان شباب، نحاول نجيبها. لا ما رح نحاول، لا احنا اكيد لا احنا ما بنحاول شباب، احنا بنجيبها. اوكي يلا نعمل لك نجي لهون شباب، نعمل الشيران ونشوف الشخصية حتى هل يا ترى حتكون من احد اقوى الشخصيات. اوكي نكون حصلنا على الشخصية الجديدة يا حبايبي. هيك ورح اجيب نفس الوقت شباب، معلش رح اجيب نفس الوقت شباب الحزمة عشان يكون كل شيء باللوز حبايبي الكرام. اوكي طبعا هون شباب رح نعمل نفتح الحزمة ونجهز الشخصية ونخليها تمام. نجي لهون عند مكان الشخصية الايريس، نعمل هيك ايريس. اوكي ونلبسها اللبس اللوز تاعها حبايبنا عشان تكون يعني كل شيء تمام. اوكي هي بيكون شاب جبنا كل شيء. هلو كان يو هير مي. اوكي طبعا شباب خلينا نفتح معلي بما انه حابين نشوف شكل اللعبة هالشخصيه. هي بتحكي كثير يعني. خلينا نفتح هذول الاشياء الزياده شباب على رواق. اوكي وبنفس الوقت بدنا نضيف اشياء للشباب متعودين دائما نضيفهم حبايبي، مثل ماكسيم مثال على سبيل المثال، مثل كيرلي. ونضيف حبايبي الكرام شو كنا نضيف كمان، خلينا نضيف شو نضيف؟ والله الصراحه ما اعرف شو بدنا نضيف. نضيف رافائيل معلم. اوكي هيك شباب شخصيتنا تمام وتمام. والان شباب رح نشوف الوضع شكله رح يكون، رح نشوف شو مثل ما انتم شايفين مكتوب هون عنا حبايبي. اوكي عم يكتب لنا حبايبنا انه هون في خضور 5 ثواني بعد اطلاق المهاره، يمكن المستخدم المهاره مهاجمه جدار جلو لتحديد الاعداء في نطاق 7 متر منه. تمام والاختراق جدار جلو لاحداث الضرر للاعداء ومذكور سيكون ضرر محدد صغير. في كثير شباب شخصيه معقده هي، يعني عن جد هذه الشخصيه معقده وبدنا نحاول نفهمها ونشوف شو والله معلم. ليك شباب ولا يهمكم، يعني معكم عليكم كيكو ورح ندخل نشوف ونطورها ماكس بدون ما فهمت علي شلون. ليتس جو. اوكي طبعا حبايبنا عندنا هون البطاقات الحمر شباب بنجمعهم دائما عندنا، خلينا نرفعها ماكس. اوكي نرفعها ماكس. اوكي طبعا هاي شباب بحب اقول لكم شيء، هاي الشخصيه شخصيه نشط. خلاص فهمنا حاجة تحكي كثير هاي شكل معلم. خلص هدي شوي. اوكي ولا شباب معلم مثل ما انتم شايفين هون عندنا صارت الليفل الماكس مكتوب عندنا هون الرقم 6 و3 كل يعني كل شيء ماكس صار فهمتوا شلون. لكن انا رح ندخل ونشوف مع بعض شو وضع هذه الشخصيه تمام. يا حبيبي الكرام لا شباب رح عملنا روم انا والشباب. اوكي رح ندخل نجرب الروم شباب شو وضع هالشخصيه وحبيبي والله. طبعا خلينا نتاكد من العدادات معلم، عدادات هي غير محدوده التمويه. خلينا نعمل هيك مشان نحط روح الثلجات لانه بهالشخصيه شباب فيها شيء اسمه بيحكي بالثلجات وما الثلجات. هيك حط الثلجات ماكس وندخل نجرب مع بعض ونشوف الوضع. اوكي جاهزين شباب؟ حمزه شدوا روح ليتس جو روح يلا. اوكي شباب هلا مثل ما انتم شايفين على هاي شكل الشخصيه، يعني يا حبيبي والله يعني كيوت ما كيوت، شعر اصفر واحمر وبنفسجي وعن جد الشخصيه يعني شيء والله غير يا اخي، تحسها شخصيه مثل شخصيه هذول تبع الانمي ولا حبيبي والله. اوكي بس الواحد شيء ملاحظه يعني بالعاده شخصيه البنت شباب بتكون طويله بس هي حاسه شوي قصيره. اني واي والله صار لي زمان ماني شايف معلم. اوكي اشتري. اوكي حبايبي الكرام الان شباب دخلنا على الروم، طبعا جربنا براوند شباب لنشوف الوضع كيف راح يكون، بس ولكن فهمنا وضع الشخصيه. طبعا الشخصيه شباب لما تحط ثلجات وتفعل الشخصيه تمام بيطلع لك علامه، العلامه راح تشوفوا مع بعض هي العلامه. ليك شباب راح خلي شباب يجهزوا الوضع. اوكي شباب شباب تعالوا نرجع على الساحه على اليسار. اوكي طبعا هالشخصيه شباب لما جربناها اول مره عن جد استفاجئنا من هذا الامر. شباب شو قلنا شو كانت الوضع؟ نحط الثلجات 7 امتار، حطوا الثلجات هيك تمام. اوكي حطوا كمان ثلج هون شباب، حطوا كمان ثلج هون نشوف الوضع معلم. بس ثلاثة بس دقيقة. حطوا ثلاث ثلجات هيك ايوه تمام شوي. انا هلا شباب انا هيك رح نحسب، بعدت الشخصية بتاعتي وضغطت على الثلجة، كشف مكانكم شباب، مكانكم اتكشفت. ول من ورا الثلج يا زلمه، بس هون كان في معلقه ما كنت عم بقدر اجيبها كتشات. انت ليش؟
ويل 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 والله شباب. يعني يا جماعة هاي الشخصية كم بتطول؟ يعني بتطول تقريبا النشاط تبعها دقيقة خلينا نقول خمس ثواني، مدة خمس ثواني. لا 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 يعني شباب، يعني أنا لما أنا بضربت على لما ضربت عليكم فعلت الشخصية طلع مكانكم مثل موكو. انتوا علي شلون؟ ليك المرة الجاية شباب بدي اياكم تحطوا تحطوا تلجات، تحطوا هيك تلجات هيك تمام، ووقفوا ورا التلجات لنجرب. انتوا علي شلون؟ تمام يلا روح حطوا لي، حطوا تعالوا تعالوا هون تعالوا شباب. والله يا علي شوف ايه يا متوف ليش غلطتني يا ول؟ شو ده الجبال اللي تجربها يا زلمة يا شباب؟ شفتوا الشباب الا ما شباب جماعتي الا ما يخربوا علي التصوير يا جماعة، ما بفرجيك يا وسخ. اوكي يلا روح حطوا التلجات هيك بشكل يعني هيك هيك بشكل توقفون، حطوا التلجات هيك هون هيك يعني واحدة ثلاثة أربعة هيك وخلوكم ورا التلجات. ايوه حطوا التلجات هيك، حطوا تلجاتك واحد حط التلجات تبعه ووقفوا ورا تلجاتكم تمام. يلا شباب انا راح افعل الشخصية، راح اضرب بشكل عشوائي على التلجات لنشوف شو راح يصير. اوكي يلا الوقت طلعت علامة كلها يا شباب، طلعت علامة وطلع اماكنكم كلها طلع عندي اسهم ابدا. ول 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 يا لطيف يا لطيف. هون شايف جنب شغله والله باللوز شب ترى هلا ضربت على لما تشوف التصوير، لما ضربت على الثلج يا جماعه وضرب طلع يعني كشف كل شيء ورا الثلج. فهمتوا علي شلون؟ الان شب راح نجرب شغله ثانيه. ايوه قول لي اللي الان بيجي علي ولا بصير تحكم كامل؟ لا لا بحط الثلجات تطلع علامه ورا التلجات بتطلع مكانكم. انا هلا شو رح نعمل؟ شباب نجرب شغله، تعالوا على المكان ده تحطوا نفس التلجات وروح تحركوا، بس اعطيكم اشاره تحركوا تحركوا عشان اشوف هل يا ترى رح يبقى يعني مثل موكو ولا لا. تعالوا شوف معي الشخصيه شباب، تعرفوا شلون يعني ما تفعلها بس، ولكن في شيء عم يقول لك بس بسبع امتار مو هيك يا جماعه؟ سبع امتار سبع امتار سبع امتار يعني هي يعني من قرب القريب حبيب والله ما في مشكله. تعالوا هنا شباب هنا تعالوا شباب تعالوا ول 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 حبيب والله. لا والله يا جماعه هاي الشخصيه معلم مع التهديه مع التهديه والامور. حطوا تونا حط الجاتي مثلا او لا تحطوا تلجاتكم انتم نفس الشيء شباب نفس الشيء. ايوه تمام حلو باللوز باللوز ايوه كل واحد حط له تلجات حلو يا شباب. وقفوا اماكن هيك عشوائيه يلا راح فعل راح تضرب راح تضرب على التلجات مثلا. حركوا شباب حركوا. ايوه موجوده 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 معلم لكم بالزهري طالع بس معلم انتم تلجاتكم زهريه يا زلمه عم بتخربط باللون حبيبي والله. اوكي اوكي شباب حلو 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 حلو. اوكي حبيبي لا شباب راح نجرب شغله شباب ما راح ركزنا عليها لنشوف شباب هل يا ترى لما تتفعل الشخصيه وتضرب على الشخص الموجوده تطلع لي علامه موكل من دايم علامه موكل شباب اللي على السهم. فهمتوا علي شلون؟ لنشوف هل يا ترى الضرر راح يختلف ولا لا. ليش شباب راح اطلب مش من اخونا شادو اشوف الضرر عنده عليه على الجسم 12 13 تقريبا. اوكي بالام بي 40 راح خلي حمزه يحط لنا الترجمة علم وراح فعل الشخصيه حط التلجي قدامي راح فعل الشخصيه اخوي وراح احاول اضرب عليك. روح ورا التلجي روح ورا التلجي تمام فعلت الشخصيه اطلع لي اطلع اطلع شوف اطلع اطلع شوف ورا التلجي هون الضرر يعني هذا هو بس شلون يا اخي محلع نفس شو نفس شو لا يا اخي 19 عم يضرب نشوف شو نشوف نطلع الان من الروم. المهم اهم شيء شباب فهمنا الشيء المهم بالشخصيه هاي. اوكي شباب راح ندخل نشوف بالروم ونشوف عليه هل يا ترى صحيح عم بيصير ضرر ولا نطلع من الروم مو ندخل من الروم نحن بالروم راح نطلع من الروم. حبيبي مثل ما انتم شايفين نرجع نشوفه مره ثانيه حبيبنا هذا هو في ظل 10 ثواني مثل ما جربنا بعد اطلاق المهاره يمكن نستخدم مهاره من المهاجمه بجدارجلو يعني جهاد المجرد ولكن شباب الشخصيه المعقده فهمناها. اوكي سبع امتار ويخترق جدار الجلو تمام بس ولكن شباب لما يعني لما تيجي على الموقع بتخترق جدار الجلو بس ولكن الضرر ما يكون ماكس بيخف الضرر بس انا فكرنا شباب لما تطلع برا ورا جدار الجلو ممكن يخترق بس ولكن هذا هو بلوس. اوكي حبينا اي شخصيه شباب راح يعني مع الوقت صراحه الشخصيه يعني مع الوقت راح نشوف شو راح تكون. حبيبنا شباب في شيء اللي هو كثير كثير مهم بالشخصيات شباب اللي
اغلب المتابعين ناسينا تمام، مذكرنا ذكروني شاب انه هي شاب، هي المرافق تبع السنجاب بيقلل بوقت التهدئة يعني 15%. طبعا الشخصية شاب هو 55 ثانية، طبعا لما يدخل كمان التهدئة تبعيتها يعني حتكون يعني 15% يمكن شيء 45 ثانية يعني. المهم شباب يعني واحد بيستبعد، طبعا هنا عندك العلامة عم تطلع شباب يعني اشي باللوز. اوكي حبيبنا ولين شباب حبيبنا، هيك بكون مقطعنا اليوم شباب. هاي البات شخصية يعني عن جد للرومات يعني رح تنفع كتير وكتير من الامور شباب. هاي الشخصية يعني مع الوقت شباب رح تكتشف كتير امور شباب وحبيب والله. شباب حبيبنا كنا معطينا لكم بتشكر الشخصية الاسطورية الجديدة، لا تنسونا بزر لايك وشير ومشاركة، وبتشكر شباب اللي جو معنا ومشاهدة ممتعة ونشوفكم مقطع جديد.